تعالوا بقى نتكلم في موضوع برضو كنا امبارح اتكلمنا فيه مع حضراتكم، الثوره الانشائيه في النادي الاهلي في كافه فروعه. اتكلمنا امبارح تحديدا عن فرع الشيخ زايد. امبارح افتتح مجلس اداره النادي الاهلي طبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب مجمع الصالات في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، وده طبعا بياتي ضمن الخطه الانشائيه اللي بيشهدها الفرع واللي بتستهدف تقديم افضل الخدمات على الاطلاق لاعضاء النادي. شوف مع حضراتكم تفاصيل اكتر ونتعرف عليها من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل. اتفضل. ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي وألف مبروك لجمعية العمومية بتاعت النادي الأهلي في الحقيقة اللي منحت الثقة لهذا المجلس ليستمر بقيادة الكابتن محمود الخطيب. ألف مبروك لأعضاء النادي في زايد، وألف مبروك لأعضاء النادي أيضا في الجزيرة وفي كل فروعنا اللي تقدر تستخدم هذه السروح الرياضية الجديدة في الحقيقة. ألف مبروك لمصر، ألف مبروك لمصر إن النادي الأهلي في الحقيقة قدر يتفهم التوجهات الرئاسية يعني بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأهمية دور الرياضة في الجمهورية الجديدة في الحقيقة، وبيوفر لها البنية التحتية زي ما احنا شوفنا النهاردة صالة للكاراتيه، صالة كاملة للكاراتيه، صالة كاملة لرياضة الجمباز، صالة كاملة للسكواش، أيضا صالة موجودة لتنس الطاولة بتخدم كل الرياضيين المصريين. وفي الحقيقة دي رسالة النادي الأهلي التاريخية من يوم نشأته، إن النادي الأهلي هو مصدر المنتخبات الوطنية، 50% من المنتخبات الوطنية في كل الرياضات النادي الأهلي بيقدمها لخدمة هذه الدولة العريقة، هذه الدولة اللي بتخوض حركة تنمية بيشهد بها العالم. احنا النهاردة شايفين الناشئين كانوا موجودين ازاي في غاية الروعة، شايفين الناشئين في الجمباز، الناشئين في الكاراتيه، الناشئين في تنس الطاولة، شايفين أبطال عالم. عندنا اللاعبة هنا جودة كانت موجودة النهاردة، وفي لمسة إنسانية من الكابتن محمود ومجلس الإدارة النهاردة والنشاط الرياضي بيحتفلوا أيضا بعيد ميلادها فتنضم لهذه الاحتفالية الكبيرة، وده أعتقد رسالة النادي الأهلي عبر تاريخه. في الحقيقة المجلس النادي الأهلي أو النادي الأهلي تحديدا هو زي ما بنكرر كل مرة وهنكررها لأن دي جزء من رسالته واستراتيجيته، تاريخ، مبادئ تطوير، مبادئ النادي الأهلي لا تتغير ولا تتبدل بتبدل الأفراد. زي ما احنا شفنا كان المجلس النهاردة بقيادة الكابتن محمود حريص على أن يكون هذا الإنجاز في ناس كتير لأصحابه، أصحاب المجلس السابق، وإحنا في الحقيقة كنا حريصين أن احنا ندعو كل أعضاء المجلس السابق بالإضافة إلى المجلس الموقر الحالي في الحقيقة. وزي ما احنا شفنا لوحتين بيعكسوا حجم تواصل العطاء من مجلس لمجلس، مفيش حد بينتهي دوره في النادي الأهلي بل الدور مستمر ومستدام. النهاردة من أمتع الأيام اللي عشناها طوال 4 سنين، من أكبر المشاريع اللي تم افتتاحها في الـ3 أفرع الفترة اللي فاتت. كل الشكر مجلس إدارة، كل بصراحة دعم قوي جدا للمشروعات. المنظر هو بيتكلم بصراحة، حاجة جميلة جدا ومبهرة. منطقة متكاملة في كل جوانبها، هي مجمع صالات متكامل. نبدأ بصالة الكاراتيه، صالة الكاراتيه هي أكبر صالة كاراتيه موجودة في الأفرع كلها، يعني أكبر من الجزيرة، الجزيرة 4 بوصات، هنا 6 بوصات، هنا الصالة متكاملة بغرف خلع ملابس للمدربين، للفرق الرياضية كاملة، صالة متكاملة جدا، نخش مجمع ملاعب السكواش، 8 ملاعب سكواش كاملين بغرف خلع الملابس، بمرفق ملحق بيها، صالة تنس طاولة في الجزء بتاع البدروم تحت، مكان بصراحة اللقطة معبرة مؤثرة جدا. عشنا قبل كده افتتاحات كتيرة، النهارده يوم مميز بجد. كان بعد فترة طويلة من زايد كانت لسه الشغل كانت فيها كتير، ظروف الكورونا زي ما احنا عارفين الفترة اللي فاتت، ربنا كرم الحمد لله. دي بداية المرحلة التانية اللي هي بتشمل 28 فدان ملحق بالصالات، مبنى اجتماعي شغالين فيه دلوقتي، ملحق ملعبين كرة قدم. نرجع لمجمع الصالات تاني، صالة الجمباز اللي واقفين على يمنا، صالة مجهزة بأجهى أحسن الأجهزة على مستوى العالم، معتمدة من الاتحاد الدولي كلها، الصالة متكاملة بكل خدماتها. المنطقة منطقة متكاملة، يعني فيها أماكن لأولياء الأمور يقعدوا، جلوس الأعضاء جميل قوي، في منافس خدمية ليهم، في التويلتس، بص مكان بصراحة أكثر من رائع. أنا سعيد إن أنا حضرت حاجة زي كده في النادي الأهلي على مدار 30 سنة فاتوا، والنادي الأهلي هو عودنا على كده بصراحة، عودنا كل يوم في جديد. بصراحة مجلس إدارة
يعني مش احنا موجودين في الاهلي فعلا كل الشكر تقدير ليه انه وفر في ظل الظروف الصعبه جدا اللي مرت بيها البلاد الامكانيات ان نفتح هذا المجمع الجميل دوت. اول قرار كابتن محمود ابو زهره في السابق المجلس السابق خدوا قرار نفتح الصالات استخدام تجريبي، ده حاجه جميله جدا، بنجرب ونشوف الدنيا والفرقه تتمرن، لو في مشاكل نعالجها الحمد لله زي ما انت شايف الماتش كويس جدا. نيجي موضوع حسين الشرف بقى، ده الاهلي. الاهلي دايما ما بينساش اي حد عمل حاجه. مبروك على الأعضاء، يعني أعتقد دي خدمات بتقدم ووعود كانت من مجلس الإدارة سواء في الفترة السابقة أو الحالية، ويعني برضو هرجع أقول تاني على الأرض كل حاجة بتبان، فيعني بجد مشهد محترم جدا، ونرجع نقول تاني حاجة تليق ب يعني أعضاء النادي الأهلي فعلا، ولسه على فكرة إحنا لسه عندنا كتير يعني.